السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. دائما كما وعدناكم في حلقة ماضية كل يوم جئناكم بجديد، وسوف نقوم في هذا الفيديو بتصوير شوارع الناظور، وذلك قبل قدوم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبعد ذلك سوف نقوم بتصوير فيديوهات بعد قدوم الجالية، وسوف نركز في هذا الفيديو على تصوير الشارع الجديد الذي افتتح مؤخرا في الناظور والذي يؤدي إلى كورنيش الناظور. أعزائي المشاهدين، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة تشجيعا لنا والضغط على زر الإعجاب، فضلا منكم وتابعوا معنا الفيديو. حنان يا من رعيت سير حافظات، فكم أفضت بتوضيح وتبيان، وخطات لنجاحي كنت واضعة تتوجيها بتوصية وتحناني. أما حبيبة قلبي فهي سامية، رفيقة الدرب في ختمه القرآن. أستاذتي كنت بعد الله لي سندا، إن كلا قلبي كنت قلبي الثاني. تشاطريني دعاء الليل ضريعة، وتعلمين بما يشتح وجداني. يا بنت من أسست تحفيظا يا أملا، يظل يصدح حبا فوق أغصاني. أمي أبي إنني أهديكما فرحا، ختم القرآن بترتيل وإتقان. يا بنت من أسست تحفيظا يا أملا، يظل يصدح حبا فوق أغصان. أمي أبي إنني أهديكما فرحا، ختم القرآن بترتيل وإتقان. عسى يا أعليكما يا والدي غدا، لحلة النور والبشرى بتجاني. يا أم غالية ويا أبا أرقايا، بحفظ غالية أجزاء قرآني. ومن أتى لختام شهيدا فرحي، بوركتم جمعا يا أهل قرآني. هذه القصيدة من أفياء غالية، عساه يفصح عن شكر وعرفاني. دعاؤكم في هزيع الليل يفرحني، بأن أسير على منهاج قرآني، وأن يبلغ من يشتاق ختمته ما قد بلغت من البشرى بإحساني. دعاؤكم في هزيع الليل يفرحني، بأن أسير على منهاج قرآني، وأن يبلغ من يشتاق ختمته ما قد بلغ تعليمك الحاني. حنان يا من رعيت سير حافظات، فكم أفضت بتوضيح وتبيان، وخطات لنجاحي كنت واضعة تتوجيها بتوصية وتحناني. أما حبيبة قلبي فهي سامية، رفيقة الدرب في ختمه القرآن. أستاذتي كنت بعد الله لي سندا، إن كلا قلبي كنت قلبي الثاني.
تشاطرني دعاء الليل ضريعة وتعلمين بما يجتاح وجداني. يا بنت من أساسات تحفيظ يا أملا يظل يصدح حبا فوق أغصاني. أمي أبي إنني أهديكما فرحا ختم القرآن بترتيل وإتقان. يا بنت من أساسات تحفيظ يا أملا يظل يصدح حبا فوق أغصان. أمي أبي إنني أهديكما فرحا ختم القرآن بترتيل وإتقان. عسى يعليكما يا والدي غدا لحلة النور والبشرى بتجاني. يا أم غالية ويا أبا أرقايا بحفظ غالية أجزاء قرآني.